السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في لايف جديد. مرحبا والف مرحبا، معكم يسرى من مجوهرات فاسين. الناس اللي اول مره غادي يتبعونا مرحبا بكم. حنايا محل كنبيعوا الذهب 18 كاره بحال اللي كيبيعوا كل شيء ذهبيه في المغرب، غير حنا اي حاجه عجبتكم كنوصلوها لكم حتى لعندكم. فابور بطبيعه الحال حتى كتوصلكم عاد كتخلصوها. زائد كيكونوا دائما عندنا لي بري ناقصين بزاف مقارنه مع الذهبيه الاخرين، لان دائما كنديروا دي بري بروموسيون بحال هكا باش كنشجعوا كلشي على الذهب، يعني ماشي غير اللي عنده اللي يشري، بالعكس كلشي اللي عنده اللي ما عندوش. مرحبا بكم والف مرحبا. دونك البنات الحاجه الوحيده اللي نوصيكم عليها هي اي حاجه عجبتكم سواء في هذا اللايف او لا في اي لايف اخر، ما تنساوش ديروا كابتشور داكرون ليها ودوزوا عندي الواتساب ديالي 06 20 72 17 74. انا غايبانك ليه لكم دابا غنقاد لكم هادشي. مرحبا بالناس الاولين اللي عاد دخلوا، مرحبا الناس اللي مازال غادي يزيدوا دخلوا. صفر 06 20 72 17 74 هو الرقم ديال الواتساب وديال لابيل ديالي. دونك ها هو هنا ايبانك اللي عندكم. تحية خاصة نوراسي. دونك البنات قلبت الكاميرا. كاميليا غيات مرحبا. سفيان الرقم ديالي ما بغاش يتابانك، لا شنو غندير مع العمل؟ لا فين هو؟ دونك دابا ملي كندير مثلا ها هو فين هو؟ ها هو الفوقاني والو ما بغاش يطلع، شفتي كاع حتى بعض المرات كندير دوبل كليك عاد كيدير ما واخا مش مشكل ندخل في البيسي. صافي 12 البوحميدي وفاء مرحبا. حنيفة كيال سلام. يا زانة بشيري مرحبا بكم. لهلا اختك حبيباتي. البنات بغيت نعتذر اول حاجه اللي ما درتش لكم اللايف جوج جمعات. الجمعه الاولى كانت وفاء الاب ديال فاتين الله يرحمه في هذا النهار، والجمعه الثانيه راكم عارفين كان رمضان كنت صحفانه وزياده كانت مريضه ليا عيني. يعني كون درت لكم اللايف كنت غنديرو معاكم بعين وحده وغنكملوا لكم بالمرموز، فداك الشيء علاش قلت نخلي ان شاء الله لشي وقت اللي نديرو لايف مقاد. ورينا عفاك السنسله غورميت انا اللي درت معاك في الواتساب. حنان واخا حبيبتي راه غنوريك لاشين ديال غورميت، راني نديرها مع بزاف ديال لي زونسامبل. ام سلطان محمد ريان مرحبا مرحبا والف مرحبا بكم البنات. انتم البنات بغيت نوريكم لي زارتيك اللي راني لابسه. وري لسفيان هادي الصوت، هادي الصوت، هادي الصوت دابا. فهنايا البنات كاينين هاد جوج ديال لي بغاس لي راني لابسه ليكم. فهنايا هذا في الفيغ بيستاج تيجي بحال هكا في هاد الوريضه، في هاد السنيسله بحال هكا هابطه من هاد الوريضه. بالنسبه للوريضه راها كبيبره واخا كتبان لكم رقيقه ولكن راها زويونه. فهادي داير 400 درهم. وهذا اللي فيه جوج هنا كتبان لكم فيه خميسه وفراشه، هذا في الكرونا، فهذا داير 600 درهم. في اي لون البنات كتختاروا التعليقه اللي بغيتوا. فإلا بغيتوا تعليقه وحده ب 400 درهم، جوج ديال التعاليق ب 600 درهم. لاباس الحمد لله حبيبتي كاميليا، راك عارفه الصبر وصافي. سوريا الصغيرين رمضان كريم حبيباتي علينا وعليك. دونك البنات بالنسبه لهنايا الدومي دوا هذا اللي فيه اون بول بحال هكا، وهنايا حجيره غتيجي بحال هكا. ما عرفتش البنات واش باين ليكم ولا لا، بقى عيت نقاد في الاضاءه. فهذا البنات داير 800 درهم، تيجي في النص ديال الصبع.
800 درهم، وهاد لاباك هذا داير 1450 درهم، هذا داير 1450 درهم. غادي يجي بحال هكا على شكل اوفال، فيه هنايا هاد التخرام ديال فيرساتشي، وهنايا الوسط حجيرات بيان سيغتي. انا اللي تواصلت معاك على البراسلي كارتي، عافاك وريني الاحجام والثمن. ما حدايش حبيبتي دابا الاحجام كاملين، لان اللي عندنا حاليا هما المتوسطين، وغنكون ديجا صيفطتهم لك مع الثمن ديالهم، حيت ديجا عندي دابا وقت قليل يعني شويه وغادي نسد المحل، وخاصني نوريكم لي زارتيكل اللي راني وجدت لكم. كاين هنايا هاد لاباك هذا اللي كبير، اللي تيجي ديال الحضور وشي حاجه عاطيه العين على هذا الشكل. شوفي عزيزه عطيني شي كلينكس ولا ورقه حطها ليا هنا، كاينه واحد البوله صافي دابا مزيان. فعلى هذا الشكل لاباك تيجي بحال هكا، فيه حجرات بيان سيغتي على شكل زكزاك، وهنايا واحد الشكيل بحال الشميشه. بالنسبه لهاد لاباك البنات راه شي حاجه اللي ثقيله وقاصحه، على هذا الشكل من الداخل. كنت هدير لي رونبوان تعال كمل الداخل. فهذا داير 2650 درهم، دونك هذا داير 2650 درهم، 2650 درهم، 53000 ريال. نعود معكم البنات 800 درهم، دونك 16000 ريال، 1450 يعني 29000 ريال، 2650 يعني 53000 ريال. وهادو دجا اللي وريتكم بوندونتيف اللي وحده 400 درهم، هادو حيت الكبار البنات، راه عندنا دجا اللي صغار منهم هادو الكبار، دونك بوندونتيف وحده 400 درهم، وجوج 600 درهم. واقع حبيبتي فاتي دوزي عندي غير الواتساب وغنوريهم ليك. شكرا حبيبتي حفصه الله يعطيك الصحه. لاباس صفاء علوش كي دايره انت، امورك بخير؟ فالبنات بغيت نوريكم هاد الكوغميت هادي اللي على شكل ديموجي، ديموجي اللي كنخدموا بهم في الواتساب. وهادي هنايا هاد هابي فيس سمايلي فيس، وهذا داك الكيس. فهادي يجيو على هاد الشكل. فهادي غورميت البنات اللي شي حاجه اللي خفيفه تقدروا ديروها دائما، ورحنا عارفين دابا دخلنا للصيف، يعني الانسان دائما تيقلب غير على حاجه خفيفه اللي غيستافد منها اكثر وقت ممكن، لان ما تيكونوش مغطين بالحوايج بحال البرد وداك الشيء. فهادي دايره 20000 ريال. صباحي على خير ام سلطان. دونك هادي 20000 ريال، ديرو كابتور ديكرون. مرحبا حبيبتي كاميليا، دوزي عندي الواتساب، بغيت خاتم صغير عجبني. مرحبا حبيبتي دعاء، ها هو ديري ليه كابتور ديكرون. دوزي عندي الواتساب ديالي اللي راه ايبانغلي عندكم في لي كومونتير الاولين، دونك 06 20 72 17 74. بغيت نوريكم حتى هاد السنيسله هادي ديال القليب اون روج، كاينه بحالها نوار. تحيه خاصه لنوراتي. دونك بحال هكا كتجي هادي في الحميمر، تجي على هاد الشكل، فيها هاد العيبات هكا كيبريو. فالبنات هاد السنسله هي اللي ذهب، هاد البوندونتيف هادي لا راه ماشي ذهب، بحال هكا تتجي من اللور. السلسله فيها 39 سنتيمتر، واللي بغا الطول منها راه كتزيد غير 50 درهم، كندير لها فيها 46 سنتيمتر. هذه البنات دايره 500 درهم، 10000 ريال. ديرو كابتور ديكرون البنات 10000 ريال. الدنيا ما تنساش حبيبتي تخلي لي ميساج في الواتساب ديالي، والبنات غير صبروا معايا ربع الماس يكونوا لي ميساج بزاف، راكم عارفين خصوصا دابا رمضان الصغير وهكا، والله الا تيكونوا لي ميساج بزاف الغالب، الله غير صبروا معانا وصافي كونوا اكيدين اننا غنجاوبو. وهنايا
هاد القرعه خارجيه في عودي من قبيله وانا كنعرفها. فهنايا هاد السنسله هادي ديال الفراشه هنايا في الدوغي ديجا كاينين لوينات اخرين، كاينه نورمالمون في الكرونا في النوار وفي لو بلو روا. دونك هادي هنايا في الدوغي شي راه ما باينش هادشي سفيان، دخل شوف انا تيبان لي هادشي مظلم ما باين حتى حاجه. يدي بعدك تبان قري عمرك شي شيء قري. بين ما عرفت انا يمكن حيت هاد الضو هذا اللي دونك هنا كاينه هاد السلسله بالتعليقه نادين ناديه شكون سوسو خديجه مرحبا. انتم البنات في هذه فراشه في الدوغي دايره 10000 ريال. انا هذا الشيء كتجي من اللور كما قلت لكم البنات راه بحال بحال القليب. دونك السنسله اللي راه ذهب هاد فوندونتيف لا ماشي ذهب. واخا حبيبتي دنيا صافي المهم كلشي كيقول بعدا مزيان الحمد لله كلشي تيقول لي مزيان ياك ما عرفش واش من التليفون ولا شنو يا مبقى وانا قصيره هذه غتولي. دونك كاينه البنات هاد السلسله بالتعليقات تجي بحال هكا. فهادي البنات راه العقيق اللي فيها خضيدر فاغ ويال وكنظن راه كيبان لكم فونسي اكثر فوالا. دابا من بعد تعاد شويه بدا يبان اللون. وهنايا فيها هاد الوريضه بالنسبه لهاد العقيق هذا راه ماشي ذهب، هذا غير عقيق عادي. هاد الوريضه اللي هابطه والسلسله هي اللي ديال الذهب. دونك هادي دايره 700 درهم. كاين داز البغاسله ديالها ديال اليد داير 5000 ريال وملي كتاخذوهم بجوج راه كتنقص لكم 50 درهم. دونك ديروا كابشور ديكرون البنات اللي عجبها اي حاجه دوز عندي الواتساب ديالي 0 26 72 17 74. ميس مرحبا واش راك مباركه حبيباتي وي كامل يا حبيباتي. راه ديجا قلت لك دوزي عندي الواتساب اولا قولي لماما تخلي لي ميساج. دونك البنات كاين هاد لاباك انا راكم عارفيني تنحماق على هادشي اللي فيه اللوينات تيجي على هاد الشكل. فهذا فيه حجيرات بيان سيغتي يعني دائره يعني على شكل اوفال وحده صغار من وحده وحده وسط وحده. فالفوقانيه فيها بالتناوب يعني بين الفاغ ويال والكرونا. فهذا كرونا البنات ماشي فاغ ماشي غوص فوشيا. واللي قدامها في البيض الاخرى حتى هي كرونا وفاغ ويال والوسطانيه في الفاغ ويال. دونك انا كنوصفو لكم كما كنشوفو انا وفريمون راه قاصح وصحيح يعني شي حاجه ديال الدوام تيجي على هذا الشكل من الداخل. بالنسبه للثمن ديال هذا دا 1800 درهم. المهم راه مزيان احسن حاجه اني ملي غبرت جوج سيمانات تعلمت لا ديك الثمن نيشان مابقاش كنقول لكم 99 و9 ربع. دونك على هذا الشكل تيجي 1800 درهم. عطيت اختي التليفون لفاطمة سارة اللي ما عرفش غتكون كتبارطاج غتكون ما بارطاجاش. فالبنات على هذا الشكل تيجي هذا 1800 درهم 12 هذا 1800 درهم 36000 ريال يعني شي حاجه ديال الدوام وقاصحه وحتى الموديل ديالو راقي. دونك ديروا كابتور ديكرون اللي بغات اي حاجه دوز عندي الواتساب ديالي. ميس مازال ما توصلش بلا كوموند ديالي نتمنى توصل ان شاء الله حبيباتي. راه العبار هو هذاك شحال يتقام عليا ما عرفتش. دابا عرفتي البنات كل وحده كتهضر معايا وكيحسب لها بلي انا عاقله. راه عرفتي راه كندوزو المئات ديال لي ميساج الا ما قلناش الالاف في النهار. دونك راه ما كنعقلش على اي وحده هضرت معايا. مازال ملي كتكون شي وحده عاطيني المعلومات واش حاجه تقول لي هنا سميتها وكنيتها نقدر نعقل عليها ماشي حاجه اخرى ما يمكنش. دونك هنايا 1800 درهم 36000 ريال ديروا ليه كابتور ديكرون. اللي بغات اي حاجه دوز عندي الواتساب ديالي 0 26 72 17 74. واخا حبيبتي نادي انا غنكمل غير لي مارياج وغنبدا لكم في لي زونسومبل.
كاين هنايا هاد المارياج هذا ديال التويج اللي داير بحال شكل الوريضه بحال هكا، هذاك التويج اللي كيديروا لي برينسيس ديال ديزني على هاد الشكل، وفيه هاد السوليتير بحال هكا غزال. بالنسبه لهاد لا ليون سوليتير واو جا قدي مهم البنات، انا راه يدي كتبان طبيب زعما راه قياس صغير بزاف. دونك هنايا هذا داير 1500 درهم، 30000 ريال، تيجي على هذا الشكل. دونك 30000 ريال، وحتى بالنسبه للقصوحيه ديالو راه قاصح البنات وشاد فراسو. بهيجه واش بهيجه البوبكرا ويقولي لي سي وي باش نعرف. دونك هو هذا، ديروا كابتور ديكرون، هذا داير 1500 درهم. سولي لي سولي لي فاطمة الزهراء، ديالي هذاك ياك تليفوني، هادشي اللي فاش كنشوفه. غتكون غير ما دازوش ولا كونيكسيون. فبحال هكا كاين هاد المارياج هذا حتى هو اللي فيه جوج ديال التويجات، انتما كتلاحظوا تيجيو على هاد الشكل، زائد هاد السوليتير هذا اللي كيجي في النص. فهذا البنات داير 2200 درهم، 44000 ريال، يعني شي حاجه اللي عاطيه العين وكتجي كبيبره في اليد فريمون غزال، يعني اللي كتبغي شي حاجه اللي عاطيه العين وفي نفس الوقت ثمن مناسب. وبالنسبه للقصوحيه البنات راه شاد فراسو اطلعوا فهو هذا البنات داير 44000 ريال، ديروا ليه كابتور ديكرون. سليمه العرباوي انا راه ما عرفتكش، قولي لي السميه المكنيه الا كنتي عاطيه ليا باش نقدر نعرفك، اما يعني تكوني عاطيني غير القياس ديال لا حتى القياس ما نكونش عاقله عليه حيت ما قداميش دابا التصويره. هادشي شحال من واحد كيهضر معنا على المارياج البنانه، راه ضروري كان كيهضروا معايا عليه الناس يوميا. فهو هذا ديرو كابتور ديكرون، دا داير 44000 ريال. عيشة العفو حاليا حبيبه انا اليوم ما دخلتش، ما عرفتش شحال داير كمادة خام، حيت هو كمادة خام اللي نقدروا نعرفوا. وغادي تدخلي لجوجل وغديري بري او 18 كارام ماروك وغادي يطلع لك، راه غطلع لك لايست ديال الذهب كامل، يعني 22 24 تسعود 14 كاملين. دونك شوفي 18 لانه هو اللي كاين في المغرب، راه غيطلع لك الثمن ديال الجرام ديالو كماده خام بلا مخدوم بلا حتى شي حاجه، ملي كتخدم راه كل حاجه ثمنها. فكاين هاد السوليت لا ليون سوليتير الغزال البنات اللي تيجي على هاد الشكل، اللي فيه هاد السوليتير على شكل معين، يعني شي حاجه الجديد الجديد الجديد. فهنايا في الجنب ديالو في الوسط كتجي واحد اللعيبه بحال هكا مفتوله فوالا، شي مشكل. انا داك النهار فاش بارطاجيت راسي الله يفكلو انا كنبارطاجي كنوريكم. دونك علاش ماشي مشكل، الله يحسن العون صافي. دونك هو هذا، فهذا البنات داير 2500 درهم، يعني شي حاجه اللي ثقيله بلاندي وموديل غزال راقي جدا. صوبي شويه المره راه غضبانه غتكون تعصبت مع الصاد والنهار كامل في الكوزينه، والله يحسن العون. غادي ديري لي بالكوموند من وجده واه يا مونت. دابا بغيت نتفكر واحد لا كليون دابا بغيت شويه تسميه الكنيه ديالها ما عرفتهاش، وانت كتبقى تعطيني في سميتو. دابا كنحاول اني نتفكر القياس كبير. واحد البنانه في واحد سوليتير عجيب ياك، دابا تفكرتك اللي قلت لك القياس كبير، وعاودي صيفطي لي القياس حيت قلت لك غدير لي القياس يعني مقاد باش نتاكد واش هو نيت ولا واحد اخر، حيت كما قلت لك راه هذاك راه كبير بزاف وانت قلتي يدك ما عامره. دابا تفكرتك
راك انت ملي كدوزي من عندي لي كوموند ولكن كياخذها راجل ياك مدوزه من عندي بالسميه ديال الراجل. حاولوا ما بغاش تعطيني سميتها حتى انا ما عرفتش سميتها. دونك هو هذا البنات هذا 2500 درهم ديروا ليه كابتشور دو كون دوز عندي الواتساب ديالي 0620 72 17 74. عايشه لا حبيبتي ما عندناش دلويز. فالبنات بغيت نوريكم هذا لونسومبل انا اللي تيعجبني لا ريفيرونس ديالو 191 تيجي على هذا الشكل فيه بحال هكا البوندونتي بحال هكا فيه انفيني تحت انفيني تحت انفيني كتجي وحده بالحجار وحده بالاحجار وحده بالحجار وحده بالاحجار. انا كنحاول ما امكن اني نوصف لكم ان عارفه بعض المرات في اللايف الحاجه كتبان لكم فيها الحجار وهي ما فيهاش او لا العكس وحتى على حساب الكونيكسيون مرات تجي وتتمشي داكشي علاش تنحاول نوصف لكم. ففيها لي بوكل تيجي بحال هكا عاطين العين لاباك حتى هو شي حاجه لي كبيره وهاد لونسومبل البنات راه غزال قاصح وكلشي وفيه حتى البوغميت ديالو صافي راني صيفط لك في الواتساب خويا اختي صافي عرفتك حبيبتي صافي حبيبتي عرفتك وخلي لي سميتك واش انت سميتك سليمة خلي لي سميتك باش ندخلو بسميتك تخلي نقولك سلام حميد دونك هي هادي وكتكون فيها السلسلة ديال الكوغميت. بالنسبة للسيدة اللي قبيلة بغات تشوف السلسلة ديال الكوغميت فهي هادي لاشين ديال الكوغميت تتجي على هاد الشكل هادي لاشين ديال الكوغميت رقيقة هي اللي تنديرو حنايا مع لي زونسون بحال هكا اللي بغات شي سلسلة تكون يعني مرخوفة في الثمن في نفس الوقت قاصحة وزوينة كتعجبني بزاف هادي. فبالنسبة لهاد لونسون كاملة البنات داير 5600 درهم دونك كامل البنات السلسلة بالتعليقة لي بوك لا باك والكوغميت ديالو نواعم اي سميلو ما نقدرش نفعك اخويا في شي حاجة بحال هكا. مرحبا خويا سيمون وقت لي خاصك شي حاجة ليك ولا المدام مرحبا المدام بلوطو حيت حنا ما كنديرو لا شي درجات دونك ديرو كابتور دو كرون دي 5600 درهم. اللهم يسر اختي بغيت نمشي نسيت الذهب الاستثمار دونك البنات انا واحد لونسومب شحال هادي وانا كنتسنى انه يدخل باش نوريكم لكم هذا غزال. لا راه كنت ساكته فهاديك باش ناخذ بوزه صاحبتي و شحال الكولي اين الكولي دونك هذا البنات شحال وانا كنتسنى فيه وفي ما كنشوفو تنقولي مناري ندمت علاش ما خديتوش في عرسي حتى عجبني بزاف انه على شكل ديال البزيم اولا السميطه وشي حاجه اللي ما فيهاش الحجر وفي نفس الوقت قاصحه وحتى الثمن مناسب جدا. دونك على هذا الشكل تتجي هي السلسله اللي معاه ديال النيلون تتجي بحال هكا. بالنسبه للبوندونتيف ما فيها لا حجر لا يديك لا يخليك يعني كما تخافيش من طيح لك شي حجيره وش حاجه وفيها هذا الفيس هذا بحال هكا في البيض. بالنسبه لي بوك اللي راهم كيتسدوا بالفيس ماشي بالعمود انا غنوري لكم كيفاش دايرين ما بقيتش شافين نحط راه ديجا جو. بالنسبه للجرام البنات انا راه ما دخلتش اليوم راه غادي ندخلوا لجوجل غادي يديروا بري اور دي زبيكا ماروك راه غيطلع لكم غيطلع لكم كماده خام بطبيعه الحال. فلي بوك تيجيو بحال هكا حيت ملي تنقول لهم 320 كاينين شي ناس اللي واعرين وعارفين داكشي كيدخلوا للسيت ما كيلقاوش 320 تيديروا منين كذاب اللهم يقلبوا رؤوسهم ورا النار بالنار راه النار على نار داكشي كيتبدل حيت انا شحال من وحده قلت لها 320 كماده خام لانه هو ديما ديك 321 323 318 319 يعني دايما اكثر يقولوا 320 يعني باش تبقاو من باب واسع اصلا ما غاتاخذوش كماده خام. شحال من وحده تيدوز عندي البريفي كتقول لي قلت لي 320 وملي دخلت لسميتو لقيت غير 315. فبالنسبه لي كتسول على هذا اللي في يدي فهذا داير 400 درهم وهذا اللي فيه جوج ديال العيبات داير 600 درهم. بالنسبه لهاد لي بوكل كما قلت لكم البنات راهم كيتسدوا بهاد الفيس هذا. غنكمل معكم لونسومبل هاد لونسومبل غزال وحتى الثمن اللي غنقول لكم غيعجبكم بزاف. ويلي هاد سميتو كنبقى غنطيح بها التليفون
وفين الجديد؟ هذا الشيء قديم، خذي القديم ونجيبوا الجديد ان شاء الله. بالعكس حبيبتي، هذا الشيء دائما كيديروا الجديد، كنديروا الجديد غير حيت حنا بزاف البنات وكنديروا كل نهار تقريبا لايف، هذاك الشيء علاش. فاتي لالي خطيك حبيبتي. دونك هانتوما البنات، فكاين هذا لاباك ديالها، نتوما فريمون قاصح، راه بحال الكارتي، ديجا راه كيتسمى كارتي لينا في هاد البيس هذا، شي حاجه اللي غزاله راقيه وقاصحه، وفي نفس الوقت شي حاجه اللي فين، ماشي شي حاجه اللي غليظه وشارجي وهكا. وكاين حتى البغاسلي ديالو حتى هو بنفس الموتيف، فوالا حتى هو قاصح البنات، وراه كنجيبو فيه من القياسات، ولو ما يكونش عندنا راه نوجدوه ليك. فبالنسبه للانصامبل كامل، تخيلوا معايا البنات، هذا كامل بهذه القصوحيه وبهذا الشكل، هو ما فيه لا هجر لتا شي حاجه، داير غير 5000 درهم، دونك 100000 ريال البنات. السلسله بالتعليقه بلي بوكل واعرين، باك خطير خطير خطير، قاصح. انا حيت كتعجبني الحاجه اللي قاصحه وهذه تنقولها لكم، بالبغاسلي ديالو 100000 ريال. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الرقم ديالي، هو 0620 72 17 74. مرحبا بالناس اللي عاد دخلوا، مرحبا بكم والف مرحبا. راني غنجاوب. مرحبا بكم الناس اللي يلاه دخلوا، مرحبا والف مرحبا. معكم يسرى من مجوهرات فاتين. حنايا محل كنبيعوا الذهب 18 كاره، بحال اللي كيبيعوا كل شيء الذهبيه في المغرب. دونك غير الفرق بيننا وبينهم اننا اي حاجه عجباتكم عندنا طبيعه الحال، من غير لي بخي بروموسيون اللي كنديروا دائما، راه كنصيفطوا لكم اي حاجه حتى لعندكم، حتى كتوصلكم عاد كتخلصوها، زائد واحد الكادو سيمبوليك باش كنشكركم على الثقه ديالكم فينا. وفي حاله ما عجبتكمش لا كوموند، يكفي غير تقولوها لنا في ديك 24 ساعه، يعني ملي توصلكم لا كوموند، في حاله ما عجبتكمش كتقولوها لنا ديك الساعه، يعني بحال هكا باش كنقول لكم كيفاش ترجعوها لنا، ويا اما نبدلوا لكم باش بغيتوا، اولا كنرجعوا لكم فلوسكم في حاله بغيتوا غير الفلوس. مرحبا والف مرحبا البنات. انا كما قلت لكم كتعلمونا في ديك الساعه، لان عندكم غارونتي ديال 24 ساعه ماشي اكثر، حيت كاينه شحال من وحده يعني بالواس كتشد لا كوموند مثلا على سيمانه ولا شهر وهكا، وهي عاجبه وفرحانه فيها، حتى كتجي شي وحده وكتقول ليها لا مثلا مزويناش ولا راه داكشي اضواء، كتجي شي وحده اخرى تتخيب ليها مسكينه لقرا صافي، واخا تكون عاجبه ما كتبقاش عاجباها، لان حنا عندنا دائما اللي كلبس بذوق الناس صافي، وكتولي باغا تبدل وهي ما قالتهاش لينا. دونك ملي كدوز سيمانه ولا شهر ودير صافي راه ولات مستعمله، دونك ما عندنا ما نديرو لا. هادشي علاش كنقول لكم البنات، راه كاينه لا غارونتي ديال 24 ساعه، لان ديجا فاش كتوصلكم لا كوموند راه كطلع لينا الوقت اللي خديتوها بالساعه وبالدقيقه وكلشي. مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للناس كيديروا لي كومونتير خايبين، انا غنعيط لسفيان يبلوكيكم. سفيان شوفي شوفي، رينيت غنبدا نبلوكي من هنا. سهام حبيبتي ماشي كنكثر الهضره، راه ما قلت حتى شي هضره خاويه، راه تنقول تنشرح للناس اللي يلاه دخلوا، كاينين الناس اللي عارفيننا وكاينين اللي ما عارفيناش. شوفي كاينين دي كومونتير اختي حاولت بلوكي ما تيبغوش يداروا لنا هنا. وهادشي 18 كاره خويا مصطفى، حيت في المغرب كاين غير 18 كاره ما كاينش غيرها. لا ما كايناش فاتينة حبيبتي بشرى، عطيني الرادكو ديال الايد نوريها الموديل. بالنسبه للرادكو ديال الايد حبيبتي بشرى، راه كنصايبوها لك سوق كوموند، يعني على حساب الكراماج اللي بغيتي نتيا، وعلى حساب الثمن اللي بغيتي تخزني فيها، فهذه هي اللي عندنا حاليا واجده، فهذه كنخليوها كوم موديل، فغير باش كتشوفوها الشكيه اللي بغيتو. عاد ديك الساعه نتوما كيف كتلاحظوا البنات راها طويله، فكنصايبوها لكم على حساب القياس ديالكم، لان كتكون فيها غير سداده وحده، يعني خاصها تكون قدكم باش ما طيح لكم ما تجيكم زايره، دونك تجي تقريبا فحال هكا. راه كنصايبوها لكم في الوزن اللي بغيتو والثمن اللي بغيتو. رشيده حبيبتي الا بغيتي تجي خاصك تقوليها ليا باش نكون معاك وندير معاك دي بخي بروموسيون، لان حنا جينا في قصريه ديال الذهبيه، فداك الشيء علاش كنبيعوا بحالنا بحالهم في المحل عندنا.
دونك هنايا كاينه هاد السرتله هادي ديال شانيل اللي تتجي على هاد الشكل. انا عارفه البنات تقدر شي حاجه ما تبانش لكم مزيان، ما عرفتش علاش الاضاءه مرات تمشي من التليفون. الا ما بانش لكم شي حاجه البنات غير دوزوا عندي الواتساب ديالي وراه غنوريها لكم بصوره واضحه. دونك على هاد الشكل كتجي هاد السرتله هادي، فيها ثلاثه فوالا الشكل ديال شانيل. على هذا الشكل هذا البغاس اللي راه شي حاجه اللي قاصحه وزوينه. فبالنسبه لهذا السرتله دايره 11300 درهم، مليون و26 الف ريال. دونك بحال هكا واحد تيجي حدايش. دابا ما عنديش انا الفانكليف، دابا ما بقى ما شفتش الكومونتير ديالها باش نهضر معاه بسميتها. لا لا دوجا كامل يا حبيبتي نصايبوها ليها ان شاء الله الا بغات في الطول اللي بغات. دابا هذا واش ذهب ولا شنو؟ وي اختي شيده، هادشي ذهب 18 كاره بحال اللي كيبيعوا كلشي الذهبيه في المغرب. دونك هو هذا ديروا ليها كابتور ديكرون البنات، هادي دايره 11300 درهم، دونك مليون و26 الف ريال. حبيبتي فاطمه ما كنديروش الزمرد، داكشي علاش قبيله وريتكم هذيك اللي فيها العقاق خضر وقلت لكم هذا راه ماشي حجر حر ولا شي حاجه، راه غير عقاق عادي. المحل ديالنا كاين في مدينه سطات كونسو السلعه فابور في المغرب كامله فهد. دونك كاين هنايا هاد السرتله هادي ديال لانفيني، شكون اللي كيخبط الفوق؟ دونك كاينه هاد السرتله هادي ديال الانفيني هنايا فيها ثلاثه ديال الانفيني بحال هكا. فالسرتله دايره 11000 درهم، دونك مليون و20 الف ريال. فريمون براسلي قاصح البنات. غزاله بحال هكا تيجي واحد، هادي غنلبسهم لكم بثلاثه اللي عجبتني. مرحبا خويا فراس، انا خلي لك كابتور دو كرون دير لها ليها ودوز عندي الواتساب ديالي 0620 72 17 74. واخا حبيبتي زينب دوز عندي الواتساب ديالي 0620 72 17 74 وغنشوف لك لي بوكل ديال الكلو. تيبان مزيان على ما بالي، ما عرفتش كيبان لي هنا في التليفون مظلم غير عندك. محمد خويا راه كنقول الثمن ديال كل حاجه. اخر سرتله وريتكم هي هذه اللي راني كنلبس فيها، فيها ثلاثه لي بغاسلي دايره 11000 درهم، مليون و20 الف ريال. نوار هذا داير اللي فيه وريده وحده داير 400 درهم واللي فيه جوج داير 600 درهم. تي الرادكو ديال العنق وريها ليا. واخا حبيبتي دوز عندي الواتساب ديالي قول لي شحال تقريبا بغيتي فيها من غرام اولا شحال الثمن بغيتي ما تفوتيش وغنشوف لك الا كانت عندنا نصورها لك. سدي ليا هادو اللي كيسولوا على الثمن ديالهم دايرين 11000 درهم. فريمون تقالين البنات، دابا انا لابسهم في ايدي تنحس بالثقل ديالهم وصحاح الحجيرات اللي فيهم بيان سيغتي. هذا موديل ديال الانفيني دونك تيجيو على هذا الشكل. دونك ديروا كابتور دكرون اللي عجبوها دوز عندي الواتساب ديالي 0620 72 17 74. واخا حبيبتي خديجه دوز عندي الواتساب ديالي وغنوريك الكولي ديال الفيس، لان عاد وراته فاتين البارح دونك كنحاولوا ما نعاودوش نفس لي زارتيكل في ايام قراب من بعد يسمح بحال يومين ثلاث ايام، داكشي علاش نحاولوا باش ما تجيناش بعد ديال قبيله تقول لنا ورينا الجديد راكم كتوريو غير في القديم. كاين البنات هاد لونسامبل هذا اللي تيجي على هاد الشكل، شكل الشبيكه انا تيعجبني بزاف. فكوندونسيف كتجي كاغي هنايا الوسط شبيكه سامبل ما فيها الحجرات لا حتى شي حاجه، هنايا في الجناب اللي فيه حجرات خفاف بيان سيغتي وعلى هاد الشكل ملور. فالسلسله اللي معاه سلسله ديال الكوغمير
لي بوكل بحال هكا ولا باك حتى هو تيجي غزال. ف لا باك تيجي بحال هكا. يوسف الخزري تحيه خاصه ولد خالي، ولد خالي مسكين ما تيدويش، دونك سمحوا لي داكشي علاش درت هاد الحركه، دونك ما غاديش يسمعني. يا ربي ري جاوبني. دونك فحال هكا لا باك تيجي شي حاجه غزاله. فهاد لاباك داير 25000 ريال بالنسبه للناس اللي كيسولوا، هذا 1250 درهم. فالونسومبل كامل البنات داير 4099 درهم، 4100 درهم سوري. 4100 درهم، دونك 82000 ريال. ثاني راه خاصني نحيد دونك ثاني راجعت. بشرى حبيبتي هاي راه وريتها لك، راه قلت لك فاتين ما كايناش. هي هذه الكغمات ديال الايد، هي هذه بحال هي ديال الايد. هذاك كما قلت لك راه كنديروها كوم موديل، وعاد انتي كتشوفي الجراماج اللي بغيتي والوزن اولا الفلوس اللي بغيتي تخزني فيها، وكتعطيني القياس ديال المعصم ديالك هنايا وكنصايبوها لك. Je veux voir les derniers modèles sur le ring. مرحبا، دوز عندي الواتساب ديالي وغنوريهم ليك. شحال الثمن بالدرهم؟ حفيظ راني كنقول الثمن بالدرهم وبالريال. كاين غير رخه هاد الساعه. تي زينو ما تبيعيش الغالي. هادو اللي في ايدي بثلاثه دايرين 11000 درهم. اختي انا من الجزائر ما شاء الله وعجبني الجلابه. لا لا خطيك عليا حبيبتي، مرحبا بك، جي عندنا المغرب جلابتك على حسابي. انا ما جبتني الجلابه ديالك، منين خديتي الثوب؟ امون حياني. لا لا خطيك عاتي، الا قلت لك مني خديت تشوف مني خديتها غضحكي عليا. خليها بيناتنا ودوز عندي الواتساب نقول لك. بالصحة حبيبتي بشرى، كولي كولي، ما عندك الحق، ما حد عندك الحق، كولي. فكرتيني نتا انا نشرب واحد الجغيمة د المرة اللي لكحت. علاش انا تقيلت كي انا مزروبه؟ شوفي هنا يلاه قلتي ليها لما خديتي شو غدا هو. تخيلي ديك تسبقني، تخيلي ديك الا سبقتني مصيبه. اختي ورينا موديل اللي كيقولوا لو قشور الحوت. ما عرفتش انا قشور الحوت اختي فاطمه، انا عارفه قشور الحوت في الثوب. ما عارفاش في الذهب. وحده قالت لك فلوس الى لا لا الى جا شي شفار داها. انا صيفطت لك البارح ميساج في الواتساب، بغيت تقولي بنانه متوسط. واخا حبيبتي امينه، يمكن ان شاء الله لي ميساج ونجاوبك. راه كيما قلت لك دابا مع رمضان بنادم كيسهر، وانا موالفه تنبقى نجاوب في لي ميساج، ولكن تنبقى سهرانه مورا الناس تنقول لهم نعسوا هما وغنكمل كل شيء صافي غنخلي زيرو ميساج، ولكن راه كاينين الناس اللي كيسهروا اكثر مني. انا راه وليت كتوصل لوحده ونص جوج صافي كنولي كا وما كنبقاش نقدر، وكاينين تبارك الله اللي كيبقاو سهرانين دونك ما كنقدرش. ما كيبقاش عندي الجهد مازال من الصباح، وانا كنكتب ليك شوفي كومونتير اللي كيفطو اللي كيفطو. واش عندكم سلسله ميسيكا ساره بن؟ انا حبيبتي قريت الميساج ديالك ولكن ما عرفتش حبيبتي هاد ميسيكا. هاد العقيقة لمية، هذا اللي فيه تعليقة وحدة 400 درهم، وهذا اللي فيه جوج 600 درهم. فوزية ايوا دابا تفطروا، دابا تفطروا، ارتاحتوا من الوقت اللي كنكونوا حنا صايمين، نتوما كتكونوا باقيين كتاكلوا.
راه داك الله يحسن العون وصافي، داكشي على حساب كل واحد في اش من بلاصه وعلى حساب الوقت وكلشي. شكرا ام حياني، شكرا بزاف، الله يعطيكم الصحه البنات. وين مديرات خوات المارياج؟ المارياجات راني وريتهم ديجا، انا غنعاودهم لكم بالزربه. دونك وريت هاد التاج هذا ديجا جاوبته، وريتكم هاد التويج هذا داير 1500 درهم، تيجي بحال هكا. فين ثاني كيعجبني واش خصنا 1500 درهم بهاد الصوريطه؟ جاتني عجيبه. كاين هنايا هذا تا هو ديال التويج، هذا داير 2200 درهم، في هذا جوج ديال التيجان، شي حاجه اللي يعني كتجي عاطيه. ها الخاتم كاين اختي، راه جيب لنا الراش بهبي. دونك انا 2200 درهم. خواطر فتاه مسلمه، دوزي عندي يا حبيبتي الواتساب وغنوريك. كاين هنايا البنات هذا داير 2500 درهم، دونك 50000 ريال. والعدوه جاوبيني، انا جاوبتك اخويا اللي ماشي عدو. اش غنجاوبك؟ قول لي شنو السؤال ديالك، ورينا براسلي، راه كنحاول نقرا كلشي. قالت لي واش هي زوينه ما تبيعش الغالي والذهب. ما فهمتش حبيبتي فوزيه الكورميطه، حبيبتي انا ما عنديش الكرامانج ديالها، دونك ما عنديش حتى الثمن. هذاك الشيء علاش كنقول لكم، يعني هذه راه غير كوم موديل. شوفي شوفي لي شوفي لي الثمن والكرامانج ديالي، نقول لهم كيسولوا عفاك. دونك هذا 2500 درهم، ديروا لي كابتور دكرون، باقي عندي لي زونسومبل ما وريتهمش لكم. كاين هنايا هذا لونسومبل هذا ديال الوريده، اولا على شكل شميشه، شحال فيها من غرام؟ 11. دونك هذه دايره 4200 درهم، فيها 11 غرام بالنسبه للناس اللي كيسولوا، فيها 11 غرام، وهذه راها طويله يعني اللي تاعها عامره تجيها. دونك 4200 درهم فيها 11 غرام. شو ما تشي جيتي هنا وهي جات هنا عندي دودو ساعدها ابوك. دونك هنايا سلسله بالتعليقه لي بوكل لا باغ، دونك تيجيو على هذا الشكل. هنايا راني درت لكم على الشين ديال الكورميت، هذا بلاشين ديال الكورميت داير 3500 درهم، اللي بغاتو بلاشين ديال النيلون كيجي تقريبا ب 3200 درهم البنات. هادي بلاشين ديال الكورميت داير 3500 درهم. سمحوا لي كاين صداع عندنا الكليان والناس داوين وهكا. دونك اختي انت ما كدير لنا البلبالة، نشير عليك براسك غيوليو يقولو هادو، غيوليو يقولو هادو شاط عليهم الدم تهونو ويتشي. دونك هنايا هو هدا وختي، راه نتوما كتغوتو وانا من الصباح انا كنغوت، راه حلقي ضرني انتي اللي جاك صوتي ما كاينش. دونك هو هذا البنات، دونك 3500 درهم. سمحوا لي على هاد الصداع البنات، انا راه تنغوت وما تيغوتو شويه، قالت لي لا صوتك ما كاينش ما كيحسبليش راك لايف. دونك هنايا في السلسله ديال الكورميت، دونك لونسومبل كامل بالسلسله ديال الكورميت داير 3500 درهم، دونك 70000 ريال. واللي بغاتو بالنيلون كيجي 3200 درهم. هذه حزينه اللي كاينه دابا، قلبي لي عليه، عرفي لي شنو واش ديال الدين جيت واش مازال كاين البنات هاد الكوليه هذا، دونك اللي تيجي على هاد الشكل بحال اللي خدات حبيباتي ذكريات بالصحه والراحه. دونك هنايا هاد الكوليه داير 10200 درهم، 10200 درهم، دونك مليون و 4000 ريال. صافي مشيتي يلا حبيبتي تنتلاقاو، وين عيط لك جاوبينا العار. والله يسر كنخليك وحدك، هذاك راه سميتو المحمول ماشي المحطوط. صافي تنهضرو يلا دوز دوزي ولا غلاضيتي.
دونك تيجي بحال هكا هاد الكولي فريمون شي حاجه غزاله تخرم بلدي ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجه دونك وراه مضوبل هاد الشكون واش جاب لك ماما ولا جاني نعم بحال هكا راه مضوبل من اللور بالنسبه للكوليه تيجي تقريبا بحال هكا ديجا راه عندي ملبوس اللي بغاتو دوز عندي الواتساب ديالي وغنوريه لها كما قلت لكم البنات هذا داير 10200 درهم يعني مليون مليون و 4000 ريال ديجا كاين لونسامبل ديالو كامل يعني اللي بغات تشوفو دوز عندي الواتساب ديالي البنات ما تنساوش تخليو ليا دي ميساج في الواتساب بحال هكا باش نقدر اني نجاوبكم غير صبروا معايا راه تيكونوا لي ميساج بزاف دونك راه ضروري غادي نجاوبكم ولو نتعطل عليكم ولكن راه غنجاوبكم هي غنجاوب فهو هذا البنات مليون و 200 درهم دونك مليون و 4000 ريال غنعاود لكم لي باك اللي راني وريت اليوم فوريتكم هاد لاباك هذا اللي داير 1450 درهم 1450 درهم تيجي على هاد الشكل ووريتكم هاد الدومي دوا هذا اللي داير 800 درهم في هاد البول هادي وهاد الحجيره تيجي حتى هو غزال وكاين هاد لاباك هذا اللي كبير شي حاجه ديال الحضور اللي تيجي ب 2650 دونك 53 الف ريال غالي صهيب راني جاوبتك على الكوغميت دايره 4200 درهم دابا شحال من واحد تنجاوبو تيقول لي ما جاوبتينيش دونك هادي 4200 درهم في 11 غرام فهاد لاباك هذا تيجي على هاد الشكل داير 2650 درهم واش هادوك وحدهم ولا معاك كيفاش وحدهم ولا معانا كاملين خدامين في محل واحد المحل تبارك الله راه كبير كومبيان الغرام حاليا تقريبا داير كمادة خام 320 درهم كمادة خام هاد غالي ما الدريه اللي حسبت ليا دونك غادي دير 4200 درهم قسمها على 11 غرام غتعطيك 8 غرام ديالو شكرا حبيبتي ريم دونك هذا داير 2650 درهم دونك 53 الف ريال وكاين حتى هاد لاباك هذا اللي غزال اللي فيه حجرات ملونين دونك كيكون في الفاغ رويال والكرونا وفي البيض فهذا داير 1800 درهم فهذا داير 1800 درهم المحل ديالنا خويا ادم كاين في مدينه سطات وكنوصلوا السلعه فابور في المغرب كامل دونك ديروا كابتور ديكرون البنات لاي ارتيكل اللي راه عجبتكم دوز عندي الواتساب ديالي 0 26 72 17 74 بالنسبه للناس اللي عاد دخلوا انا غنعاود نوريكم هاد السنيسلات هادو الخفاف ديال دائما فهنايا هاد السنيسله ديال الفراشه دايره 500 درهم فالسنسله هي اللي ذهب هاد البوندونتيف هادي راه ماشي ذهب دونك هنا هادي في الدوغي وراه كاينين اللوينات ديالها دونك ديرو كابتور ديكرون البنات هادي 500 درهم دونك 10000 ريال دونك هنايا كاينه هاد الكوغميت هادي ديال الايد اللي فيها هاد ليموجي راه تيري درتي انا درتي ما درتش فوالا على شكل ثلاثه درت انا فهادو فيهم دايرين 20000 ريال هاد الكوغميت هادي دايره 20000 ريال شي حاجه صيفيه الله يبارك فيك دونك دايره 20000 ريال وهنايا هاد السلسله هادي فيها هاد العقيق في الخضيضر كما قلت لكم راه كاين ديجا البغسله ديال الايد ديالها داير 250 درهم فوالا دونك هادي دايره 700 درهم البغسله ديالها داير 250 درهم ملي كتاخذو بجوج كتنقص لكم 50 درهم من المجموع دونك ديروا كابتور ديكرون وراه كنديروا لكم هنا اللوينات اللي بغيتو ماشي بالضروره هاد الفاغ رويال وراه حتى هاد الموتيف راه فيه بزاف الاشكال وبديك مزينه خواتم
شكرا غالي صهيب، ام غالي صهيب، الله يخلي لك غالي صهيب. سي واش عندكم بولحيه تاع العمق؟ لا لا دوجه ما عرفتش اختي انا هاد بولحيه بولحيه عرفتي كاينين شي اسامي في دي زارتيكل ديال الدب انا تيقتلوني بعدا بالدار كيفاش طاحوا عليهم يسميهم بحالك مارت نون كاين هنايا هذه ديال القليب دايره تاهي 500 درهم تاهي فيها هاد اللوين اولا في النوار كما قلت لكم في الفراشه راه سلسله اللي ذهب اما هاد اللعيبه هذه راه ماشي ذهب على هاد الشكل من اللور دونك 10000 ريال هذه مرحبا ام غالي صهيب يسرى نور على نور ننسي لا لا خطك عليا حبيباتي وي خويا سيمو راني مزوجه دونك البنات نتمنى ان يكون بان لكم لي زارتيكل اللي وريتكم اليوم مزيان وعجبوكم على الله يعجبوكم وراكم ميم راني طولت في اللايف ما كنتش معوله كاع غادي نطول دابا الله يقدني شويه الوقت نرجع لي زارتيكل وان شاء الله غادي نجاوبكم على لي ميساج غير تسناوني راني يعني عارفه تيكونوا لي ميساج بزاف وعارفه راسي كنتعطل عليكم بعض المرات كتقلقوا ولكن نطلب منكم المسامحه وغير صبروا معايا يعني راه كلشي غنوصلوا حتى لعندكم يعني عطيوني غير شويه الوقت خليوا الميساج اللي بغيتو فيه داكشي اللي بغيتو باش بحال هكا ملي نوصل الميساج ديالكم راه غنجاوبكم بزاف الناس كنلقاهم صيفطه مثلا كوكو ولا السلام وكتبقى تصوني وتعيط وهادي ملي كنوصل عندك نقول لها السلام مرحبا كتويا انتي فين كنتي من الصباح وانا كنصوني نتوما بغا تجاوبي نتوما اش تبيعي كنقول لها اختي راه قلت لي السلام يعني حتى انا غنجاوبك السلام وغندوز قولي لي داكشي اللي بغيتي باش نجاوبك على داكشي اما السلام وعاد فين وفين باش غنوصل لك الميساج ديالك يعني من الاحسن البنات انكم تخليو لي داكشي كامل اللي راكم بغيتو بحال هكا باش اون فوا نوصل لعندكم نجاوبكم في كل شيء في خطره وحده ومرحبا بكم دائما في البريفي دونك ما سخيتش بكم ونتمنى هذا اللايف يعجبكم وان شاء الله غنحاول دائما في هذا رمضان نبقى اللايف نديرو لكم كل خميس في العشيه بحال قمر الفطور ماشي ونتمنى يكون يعجبكم هذا لي زارتيك وراني ما سخيتش بكم سلامه